هو اللي يخطط صح، يحط محطه بصلاح الدين ويطلع عفوا بواسط ويجيب خطوط من واسط تدفع لبغداد. هو اللي يخطط صح يحط محطه بصلاح الدين ومن صلاح تنط الكركوك. هو اللي يخطط صح يحط محطه بالنجف والنجف تدفع الكربلاء. هو اللي يخطط صح يحط محطه بالناصريه والناصريه تدفع للسماوه. هم ملايين بفلوس الخطوط الناقله، هم الطاقه ما توصل صح. قالوا شنو يعني؟ قلنا التخطيط الصح انه بكل محافظه احط محطه انتاج واسوي خطوط داخل المحافظه واسوي شبكه توزيع. غير هذا الوزاره المتحدث باسمها سويت هذا السؤال؟ هي غير هذا الوزاره؟ هذا ما سوتهن الوزارات. بعد منو سواهن؟ هذا ما سوتهن. هي ما انا جاي اقول لك هذا اللي حط له محطه بصلاح الدين ويمول كركوك. خوش خوش. هذا منو غير وزاره الكهرباء؟ هذا مو دكتور استاذنا حبيبي. هذا التخطيط الصح انه بكل محافظه اسوي محطه انتاج، لا اصرف ملايين للخطوط الناقله ولا اضيع الطاقه بالطريق. صح هالشكل مو الصح هالشكل. زين ليش ما سويت بكل محافظه محطه؟ ليش؟ هو انت استاذ احمد ما عنده وقود. ما عنده وقود. اليوم انا جبت له محطه حطيتها بالسماوه وسويت المحطه وكملتها. السماوه واحد عن الناس. مو احنا صار لنا سنين نصيح يا معودين. جوله التراخيص الاولى انحالت بس نفط، الثانيه انحالت بس نفط، الثالثه انحالت نفط، الرابعه انحالت نفط. الان جرى هاي الحكومه قالت جوله التراخيص لازم بيها حقول غاز، كل المحافظات بيها حقول غاز. انا من اجيب محطه واحطها بالسماوه والمحطه ما بيها وقود وما بيها غاز، هم تجي تدز تقول لي انت سويت المحطه والمن ما مشغلها؟ راح اقول لك ما عندي وقود. راح تقول لي اما عندك وقود يعني مو يمي الحكي. ليش اكو سوء تخطيط؟ جات اذن 27 شلون وصلت اذا ما عندك وقود؟ من 27 منين تغذيهن؟ بالمحطات بالمحطات اللي يوصلها وقود. اللي يوصل بصره بيها وقود، ناصريه بيها وقود، العماره بيها وقود، هذن المحافظات اللي انا اقول لك الصح احط بكل محافظه محطه تنتج لهم 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 تكفي المحافظه. ليش ما سويتها؟ ما عنده وقود. اليوم احط محافظات اذا احط بها محطات ما تشتغل ما بها وقود. يعني شنو؟ يعني الازمه مو وحدي. يعني الخلل الكهرباء مو بس وحدي انا، اكو مشترك. يعني وزاره النفط هذا مو بس وزاره النفط، هذا بالانشاء هم. ما انا جاي اقول لك لا لا يا وزاره حكومات وهاي الحكومه نفسها كان جاي. لا الحكومه مو جايه شايله رايه على حقول الغاز.